انا من 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 وحده من النقافات اللي داروا فايت اللي باعوا الماتريال ديالهم. حنا ما كنطلبوش شي حاجه، كنطلبوا حنا نخدموا بدراعنا. ستاد المليون ديال الماتريال وبدات كورونا. السلام عليكم. فهاد كورونا هادي ما خدمنا، ما كاينش المدخول، وعندي الدراري وكان هاد الصالون وتكاشط وداك الشيء، فاش كندخلوا داك البركه. دابا ملي تحبسات علينا وسميتو بزاف علينا هاد الشيء، الشيكات والكريديات، وجبنا الماتيريال وقالت والله ما خدمنا به حتى شي عرس. انا جبت الماتيريال بسيمانه بدات كورونا، 6 المليون ديال الماتيريال وبدات كورونا. ودابا كنطلب من سيدنا يشوف لنا شي حل، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم، انا نقفة من هاد النقفة ديال ميدان اللي ضايعين، كنطلبوا من جلالة الملك يشوف لنا هاد شي حل لهاد الخدمة، باش نتلقوا كيما تتلقوا صحاب القهاوي، صحاب القياطن ديال بوميار زايدة، كلشي كيكون عامر. الحمامات شحال كاع ثلاثة البيوت كيكونوا عامرين، هما حنا الا صوبنا العروسة كاع ما كنتجمعوا معاهم، الطبالي كيكونوا مزلعين، وحنا دابا راه ضايعين. كنطلبوا من جلالة الملك يشوفوا لنا شي حل حتى حنا نطلقوا نخدموا. حنا ما كنطلبوش شي حاجه، كنطلبوا حنا نخدموا بدراعنا. مولفين كنخدموا بدراع من 32 عام و15 عام، والراجل ميت لي وثلاثه الدراري اللي عندي وانا كنخدم عليهم الحمد لله. وزعما هاد تنقفت هزانا، كنخدموا لي 3 شهور ديال العام، كان الحمد لله كيتيسر ربي. دابا تقطعات لنا ديك الخدمه لهاد الحفلات ولا كلشي، دابا الله يكون في العون. هالشيكات هذا الضرائب باش نخلصوهم، حتى الضو كيصوبون، حتى الضو كيحسبوه لنا اكثر من داكشي اللي كان كيجينا فاش كنا كنخدموا. كانت تجي لنا 1000 ريال ولا 2000، دابا 4000 6000. واش انا ساكنه في واحد الحي بعيد وكتجيني 24000 ريال الضريبه؟ منين بغيت نخلصها انا؟ انا ما عنديش. كنطلب من جلالة الملك نشوف هذه الحاله ديال هاد ميدلت، هادي راه كلشي ضايع. السلام عليكم، انا نقافه من مدينه ميدلت. حنا كنشدو جلاله الملك بان باش يشوف حالنا، حنا صراحه ضايعين بزاف. الوحيد اللي ما خداش حقه نهائيا من ظل منين بدات هذه الجائحه، ما خديناش حقنا نهائيا، ولدابا مازالين كنعانيو. كاين الناس اللي باعوا الماتيريال، كاين الناس اللي صراحه توقفت. بالنسبه لينا حنا ما كاينش العلاسات، توقفت الحياه، ما عندنا باش ناكلو، ما عندنا باش نعيشو، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندناش شي مدخول ثاني من غير الحلاقه والتجميل ومن غير تنقافت. يعني هذا المجال اللي جمع تاع القطاع الحفلات اللي جمع بزاف ديال الناس، من غيرنا حنايا، جمع التريتور، جمع السربايه، جمع الهزيزيه، جمع النقافه، جمع بزاف الطيابه، بزاف نتاع الناس. ولكن حنا دابا حنا حابسين، كلشي حابس، كلشي جالس، ما لقاو الدراري مساكن فين غيخدموا. وحنا في هاد ميدلت مدينه اللي هي مدينه صغيره، ما منسيين بزاف بزاف بزاف، ما كاينش حتى فين غيخدموا. نقدروا كان مدينه كبيره تقدري تلقاي البديل، كاين المصانع، ولكن ما فيها حتى شي حاجه. دابا كنتيش كابابل باش انك تخدمي في خدمتك الوحيده، راه ما عندك فين غتخدمي. السلام عليكم، عفوا انا وحده من النقافات اللي مضرورين، راه كنطالب عافاك من السلطات ومن سيدنا يلقاو لنا الحل. من نهار من نبدات الجائحه وحنايا ضايعين، انا من وحده من النقافات اللي داروا فايت اللي باعوا الماتريال ديالهم، كاع القطاعات لقاو لهم الحل الا حنا. خدام السوق، خدامين القهاوي، الحمامات، كلشي هما راه عندهم، راه كيكونون فيهم الناس. الحمام راه كيكون فيه 60 واحد 70 واحد كيكون في الحمام، حتى حنا يلقاو لنا الحل، يعوضونا في هادشي اللي ضاع علينا ويطلقوا لنا الخدمه نمشيو نخدموا حتى حنا على وليداتنا.